المشكل ديال نظرة المياه راه هي اللي فرضت على الأغلبية ديال المنتجين اللي يقلصوا من المساحات ديالهم، أو كاين بعض المنتجين اللي هما مابقاش عندهم الماء باش يستمروا في العمل ديالهم. هذا مسائل طبيعية اللي يطلب الله تبارك وتعالى يرحمنا بالغيث مبكر حتى تكون يكون بداية الموسم إن شاء الله، يكون التفاؤل عند المنتجين اللي هما اليوم كيعانيوا من هاد الندرة ديال المياه اللي كاينة، وبطبيعة الحال العمود الفقري ديال الإنتاج الفلاحي إلا ما كانش الماء الكافي ما يمكنش الفلاح اليوم يغامر، لأن التكلفة ديال الإنتاج اليوم كتطلب واحد العدد ديال 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 القدرة المالية اللي كل سنة عرفنا هذا العام بأن ضعف التكاليف ب 40%، وهذا الشيء اللي هو كبير بزاف على الانتاج باش يمكن الفلاح يستمر ولو ب يعني اقليه ندره المياه اللي هي قليله بزاف. وشفتي ما ينعكس على الامن الغذائي الفلاحي؟ هو من طبيعه الحال من طبيعه الحال تزويد الاسواق الوطنيه، ولهذا على حنا علاش حنا كنطلبوا الله تبارك وتعالى يغيثنا مبكرا، لان الى البلاد جات الشرحمه مبكره غادي يمكن لين الموسم مازال الفلاح الصغار يمكن يستمروا ويبداو يشتغلوا في بعض الخضار اللي هي سهله الانتاج واللي يمكن هي تزود الاسواق الوطنيه. الا ما كانش راه دابا من هذا الشهر دابا كتبدا الصعوبه دابا كتبدا في الانتاج من هذا الشهر هذا. شحال تقريبا دابا باش تقلص المستوى الداخلي والخارجي؟ واش غادي نقول لك؟ ما نقدرش، ما عنديش الارقام بالضبط، يمكن وزاره الفلاحه الجهويه يمكن عندها الارقام وعندها المساحات، ولكن كما بغى يكون المعطى كنعرفوا بان غيكون الانتاج قليل هذه السنه، هو اللي يقدر الفلاح يجعلو يرغمو باش يقلص هو المدخول. الا ما بقاش المدخول في واحد الانتاج الفلاح مباشره غادي يوقف، اما ما حد المنتوج الا فيه المدخول راه ما تصورش بان راه غادي يوقف تلقائيا من نفسه، الا ما كانش الضروره كتلزمو باش المدخول ما بقاش عنده راه ما يمكنش. لان دابا كان الى هضرتو على بعض المنتوجات راه العصا اللي كلاو الفلاحه في هذاك المنتوج راه ما كيتصورش. كقيدوم ديال الفلاحه والمهنيين، شنو هي الرساله ديالك للفلاحه ديال هذه الوضعيه اليوم ديال الجفاف؟ هو دابا الفلاحه كتعرف دابا حنا الفلاحه عندنا هي في عندها جوج الانواع ديال الفلاحه، عندنا الانتاج المصدر وعندنا الانتاج اللي هو كيتسوق في الاسواق الوطنيه. هو الانتاج المصدر دابا هذاك الصعوبه نظماتو، لان التكاليف ديال اليوم ما يمكنش اي فلاح مازال يغامر باش يوجد الانتاج ويقلب على الاسواق، الا ما عندوش السوق اليوم ما يقدرش ينتج. السوق الوطنيه كما قلنا اللي كيدعم يعني اللي هو كيركز على السوق الوطني بزاف هو دوك الفلاحه الصغار. هذوك الفلاحه الصغار اليوم كنقول لك بان الا ما كانش، لان الماء ما كاين، ما نكذبوش الماء ما كاينش، والاغلبيه ديالك الناس راه ما خدامينش، الا ما كاينش الا ما جاب الله شي شتا بكري راه الناس غادي مازال غادي تستمر وتخدم وتنتج. الا ما كانش وما يمكنش تحبس الفلاح، الفلاح يكون صغير ولا كبير ما حد عنده المردوديه راه كيخدم، ولا ما كاين المردوديه راه اليوم كتشوفوا بان الصعوبات كاينه في كل شيء. اليوم الصعوبات كاينه في كل شيء، ما يمكنش لواحد يغامر مازال ويمشي ينتج في اطار نظام او بلا نظام. والحمد لله الفضل كيرجع للسي عزيز قنوش اللي هو سمع المتطلبات ديال الفلاحه مده 10 سنين وهما كيطالبوا بهذا المشروع.
وتبع معهم هذاك المشروع، وفي الاخير الحمد لله هو غادي يعطي الاستمراريه ديال الفلاحه في المنطقه. ولو كنقولوا بان التصفيه التكلفه ديالها طالعه، ولكن الى قارنتي الاستثمارات اللي داروا في المنطقه مع ندره المياه، هذوك الاستثمارات ما كيسوا حتى درهم، ولكن اليوم عندهم قيمه، لان كاين واحد الجهاز اللي يمكن يدعم الاستمراريه ديال هذاك الانتاج.